الإخوان السلام عليكم. في الشوط الثاني ماشي ديال الكره، هذا هو شي ديال نتكلموا بعضياتنا. اللي كنت نتفرج في ديك السمانه الدريه اسمها مونا ليزا ديال لاس فيغاس، دير حلقه مع النساء وجبدوا لك الموضوع ديال لك الاستاذ حليم. ولكن سمعت داك اسمه داك ديال الزعلوله تكلم عليه، ولكن ديك الساعه ناعس ما بقيتش عارف اش قال لك تحفه. ولكن دابا ملي سمع اش واقع، شوف هي انا شبهها دابا الحمد لله ما خيب حتى شي ولا قحبه حاشاكم. هاد القحبه هاد ابتسام، واش هاد القحبة هادي الحرفة ديالها نطقنا العباد الله نطقنا التحفة على ديك 700 درهم وما شحال هاكشي 700 يورو ولا ماشي. ودابا دخلت الحليم وبدا تجيب لينا بوعشرين تدافع عليها، وسيري يا القحبة الله يعاون طبوا المك من هاد المنبر ولا ماشي من المنبر التران. وانتي ما صدقتش هاد العدالة المغربية اللي بغي يتصنتوا القحاب باش يشدوا محامي أستاذ نتي وجي ودخلوا في هذا الزبل ديال القحاب. قال لك بان هذيك الزيزوار هذيك اسمها سميرة الداودي وذاك المزيد وشي قحبة اخرى داعين. وشوف القحاب شتي كاين، هاد واش هادو الكلاب ديال المخزن اللي بان ليهم يدعوه. وسيروا تقولوا عقنا بكم الله ينعل دينكم في هذا اليوم الجمعة اول توغادر، الله ينعل دينكم نعلم نقول لكم دينكم اللي ما عند دينكم دين اللي حنا هنايا هما اللي عندنا الدين هنايا. المغاربة السكيرية المسلمين الغير المنافقين فهمتي. ودابا بقى لكم دابا الدكتور هذا الأستاذ حالي بالظروف فيه علاش؟ لأنه تيتكلم على المديمي وهذا المديمي تيتكلم تيدخل على التحفة يقرقم معنا ودابا بالظروف فيه. وسيروا تقودوا وتنقول السلطات المغربية فهمتي هادشي ديال القحاب راه ما جاش هذا. ايوا اللي حنا غادي ولو داخلين مع القحاب فلانه قالت لفلان ودا بوعشرين ما صار ما يدير ب 20 هذا ودا بوعشرين خرج دابا عطينا اعتقال على باطمان دابا يدخل لنا مع القحاب هذا ولا بوعشرين على هذا تسمى بحال شي قواد داخل مع هادي فلي هادي كان هذا النقيب مش من النقيب لقد يزبي حاشاكم. إذا كان النقيب احترم راسو قال لك غادي يدير وغيدير وهذا النقيب دادو جوج دراري الحبس وقال لهم تنازلوا ما تنازل حتى شي قلبوا عليه التنازل غير مقبول في محاكم الطعن. ودابا غيدخل هادشي دابا حنايا انا غادي نعمل واحد لا لان يفرقوا عليهم الاستاذ حليم من هذا المنبر جي يفرقوا اش هاد السلام. وقال لكم هذا وقال حنا عرفنا المحامين المخلبودين عرفناهم كانوا عندنا واحد المحامي غندور في هاد الايام فهمتي ولكن معليش فرقوا معلومة دابا دخلوا ماشي ديال القحابة هادي ابتسامة القحبة هادي اللي باك دير هادي ما بغاش تهشم هادي ما كاينش اللي غادي يحد الدين ما هادي ايوا ما كاينش انا نخرج الدين ما في الطريق انا فهمتي ما عندي خاطر والو اللي بغا يدعيني دعي الله يعرف بولكم. فلهذا بلا خلينا نضرب واحد البير بعدا هو الاول قالك لك دي سكران العدالة ما تحميك واش العدالة انا من هذا المنبر مازال غادي نتصنت لك الشيء ديال الدريه غنتصنت لها اللايف ديالها ديال منى وغادي نتصنت ثاني قالك هذاك اسمه ديال انا قلت لك تبع ليمون مارينير ديال بروكسل هذاك فؤاد مروكي في بروكسل ماشي غير هو كاين المغاربه كلهم انا كنت بروكسل منين نيكسون استقل وهذا فؤاد وطبقته مازال ما تزادوا كاع وزيد عليهم حتى تحفه في السبعينات وقيلا 73 74 امتى استقل على ذاك النهار في الريد لاين بوب قريب لا جراند بلاس كنت تما نضرب الطاسه ديك الساعه وشوف دابا من ذاك العام وانا تنضرب الطاسه الى حد هنا وكنت بروكسي ديك الساعه بروكسي تيحفروا فيها باش يدوزوا ذاك المترو ولا الترام في النهار اللي غادي يستقل فيه نيكسون على ديك الواتر جيت سكاندل انا ديك الساعه تما تنضرب ف
ريد لاين طاب معليش بريم ليزي فلي هذا نقول لكم هذا ولا ما هذا فهمتي هذا نشوفوا هذا ما نعرفوش هذا الاستاذ الحالي والله ما نعرفه بالله يقول القنيطرة ولا ما عرفتش ولكن دابا القحا بغا يقنيو ليه هذوما هذو بخير هادشي العين الزوام هادشي ديروا لي انتوما هذوما يعني الا بغينا هاد الفرقة ولا هذيك الهيئة ديال المحامون حنا نقولوا البار ماشي البار هي بي اي البار اسوسيشن شي حاجة معلم معليش هي تدخل فهادشي ديال المحامون واللي دار شي حاجة تطلبه ولكن غادي يقول لي باش يدوا لي فرقة السجن ولا الحبس ولا لا يجيبوا اما يقول لي غادي نسيسبون ديك 6 شهور ولا نسيتك تقرا هذا ماشي لا ما تيخبيو انتوما ما كاين دخلوا الحبس وحيد ليه لايسونس ديال القانون ديال المحاماة هذا التعذيب هادشي اللي تعرفوا المغاربة تيبغي يخسر لك حياتك ولا القحال على والو على كلمة ولا على غلطة منها بغي يخسر لك حياتك ولا القحال عندك تشيك تيخشوك في الحبس ايه شو بحال يخرجوك على خدمتك ويخرجوا لك هذا ولا دوزي الحبس يقول لك واحد ما بغي يخدمك شو هذا القحال هذا راه هذا هذا العنف الإداري ديال الدولة المغربية لا حنا ندخل الحبس بحال لا ندخل الحبس نخرج حتى حاجة ما وقع فهمتي كيفاش القضية؟ هادشي ديال هذا لا الحبس ما تيقضي حتى شي حاجة يا ولاد القحام اللهم خرجوا ديال ديك السلطة يكونترولي ويمشي يعمل هذا وانتوما ما كاينش الحبس الحراسة هذه الحراسة هذه يعني الدين بابكم ديال الحراسة ديالكم واش ندير بوج اليوم الحاج اليوم الجمعة ندير غدا انا غادي للدار غادي نوقف واحد البار اخر باش يلاه نستراح وعاوتاني نشوف الفيديو ديالكم نتوما نشوف اش قول فلي هذا انا من المروكي كتب لي قال لي بانه تو مع المروكي والمغربي توافق هادو كلهم قال لك مع الاستاذ حليم حنا معاه وغادي نبداو الحملة ديالنا ديال هذا باش هاد القحابة ولا هاد الزواب اللي باغي يخرجوا على حياته محامي شاب يلا في البداية ديال المحاماة وتدخل شي ديال دابا مابقاش عندنا حقوق الإنسان ها هما بداوها دابا حيدوا وزارة الحقوق ولكن الوزارة اللي كان فيها ديك الحمار العروبي ماشي وزارة كاع اللهم يحيد الدين الموحد حتى هو وحيد ذلك ديال اسمها هذيك الأخرى مالك ديك السكيريا حتى هي ما عرفتش تقول لها حيدوا هذا ما خصنا هو ما خصنا حقوق الانسان حنا ما حنا بغينا السلطان ولا الامير السلطه اللي كبر شويه مليح ماشي لا باقي صغير انا كبر منه ولكن بغينا السلطان ولا ولو هو اللي مشي الدوله ما خصنا هاد الوزاره هادو لا عادل لا قانون لا مهاجر لا ولا حيد ديال المهم كلهم وهذا الاستاذ الحليم هذا المحامي فرقوا عليكم يا ولاد القحام انا حنا اليوم غادي نبداو بكم من اليوم فصاعدا كل نهار غادي نبقى على بابكم هنايا عطيوه الثقه واش تيسي قال شي حاجه ويمكن نسكرها ولا شي حاجه وكثير هي اللي كنسكران حنايا كمنظمه ديال المغاربه سكيريا عبر العالم غادي نحاملو عليه بشراسة الله تحفظ عليه الكلمة من جبل شراسة ما عرفتش كيفاش المهم فلي هذا فرقوا عليكم هاد المحامي حليم لعبد الحليم ولا شنو فلي هذا أنا دابا خليني دابا نرجع نتسند ديك اسمها ديك الدرية مولا قالت لي هما قالوا لي أنت المغرب شوف بالجهل ديال هاد الحامير قال لي ها المغرب مانعك الدخولي المغرب لا يمنع مواطنيه دخول وطنهم هذه بعدا دي او بعدا عاوتاني كيما قال الحسن تاني اي واحد زاد في المغرب دائما مغربي اذا اي باسبور فلهذا واش واحد لا خلي لا كيفاش تمنعو الا عندك معاه شي مشكل خليه يدخل هيك الساعه ديال اللي يقضي ليه اما المغرب ما تمنعش ولادو يدخلوا لبلادهم ما عاد انا يا فلهذا قال لي واحد سكرتي اللهم نسكر ولا بقى تبع عباد الله بالكذوب قال لي يا قلت لي هذا
الاستاذ بوعشي هذا بوعشي ما بغاش يولي 40 ايوا عطيك الثقه واحد شويه الا بغيت ندير هذا دابا خص هذا بوعشي خصو يخرج بواحد التصريح يقول لنا انا هذا الشيء بعيد عليه باش حنا نسكتوا الا حد الا ما قالهاش حنا غادي نتكلموا ويأسيم بانه هو اللي هذا وهذا القحبه هذه الابتسام هذه القحبه اسمعي لي ديال امك يا القحبه يا بنت القحبه بنت عيريني غير عيريني عيريني امي وعيريني بو عيريني كل شيء انا ما عندي عائله انا مقطوع ها عائلتي فينا هي قال لي واحد الولاد كاع علاش ما عندهمش بنت فاطمي لا ولاد علاش اسمهم بنت فاطمي انايا ولد الفاطمي ولد ابراهيم ولد هذا بحال هذا محمد السادس ولد الحسن ولد محمد ولد يوسف حنا نقولوا بن حنا ما كناش نقولوا هذا حنا محمد الخامس كنا نقولوا لي بن يوسف وهذا الحسن كنا نقول ولد محمد ايوا قال لي عيشوا معاك ما عندهمش السميه بحال اش يقول لي ولادي انايا تيستعملوا ديال نوت فامي ومع الدراري ديال زيدي هنايا امهم اسكتلندية لا فلهذا انا جاوبتك وصافي قد نقول يا ولادي ولا بغا يسميو راسهم يسميوهم كيما بغاو انا عملت الواجب ديالي سميتهم سميه مغربيه وعملت لهم جوازات مغربيه ولا كارت ناسيونال مغربيه عملت لهم كواجب ك ريسبونسبل مروكن هادي ما انا تنخمم اللونغ تيرم غدا ولا غدا ملي غادي يولي عندنا البترول ولا عندنا هذا ولا عندنا داك لاتينيوم وعندنا هادشي ندير يقدروا يدخلوا تما يعيشوا في المغرب المغرب غادي يولي جنه غادي يولي فيها الفلوس وفيها الرقيب هذا كيش تحت السؤال انا ما يقول لي ماذا انا شوف عباد الله الدوله كاس البيره واشتيه هذا بالكاس والبيره ثلاثه بوند هز البيره شربها ودي معك الكاس شوف لا دوله في المغرب هاد القحاب سادين الحوان القحاب والبيسريات وسادين البيره الله يعزل لكم قال لي انت عايشة تسب وهذه الحكومة جديدة هذه الحكومة ما فيها لا وزارة فيها ما فيها لا حقوق الإنسان احنا داروا أي حاجة داروها زوينة لأن ما عندنا حقوق ما كناش نضيعوا ثاني هذا وزير الهجرة يخسر الحيد ديال الماء راه بقينا حيدوا حتى هي مزيانة وذاك هذاك بوصوف هذاك من فوق الحناك حتى هو خصهم يحيدوه جرب عليه يقول لي سير بركة سير شكرا جزيلا روح تقول معنا ما ندير بك سير عند صحاب الريف يدوروا معاك في باش تصرف لهم الفلوس المخدرات فهمتي هذا نتمنى احنا الجاليه احنا دابا حنايا غادي نبقاو ندافعوا على حقنا باش نصوتوا باش ولي نصوتوا هذه الحكومه الجديده ولا ما عطاوش حقنا ديالهم حنا تابعينهم لان الملك قالها في الدستور السلطان يقول وهو القحاف يقولوا لا القحاب علاش اللي خالفين عندنا 20% كيما قال لك اسمه لك قليل الزعلولة كيف يحسب لنا 20% 6 مليون حيدا من 36 سيزيام يومي هو كيفاش الله باش خصو يرجع ثاني ذاك 1300 بروبليم يقرا في شي ما عليناش ولكن هو تزاد في 84 بحالو بحال ولدي عندهم يقرا فهمتي قراو ديك العربيه بالعربيه يعني ما كان لا قرا لا والو اي داكو اليوم هو دانا انت داكو اليوم حنا حنا قرينا قرينا حتى جا حيز الاستغلال قال لك عريبه خريبه فك القحاب خرج عليه فلهذا ما نطوج عليكم مزيان لان ندوز معكم 15 دقيقه ودابا خصني نبقى ثاني نكمل البيره ديالي اللي غادي نهوز التران باش نمشي للبار الاخر ونشوف شي من الموسيقى ونخدم معكم ثاني باش يعملوا لي يحرقوا لي الفيديو ديال الكوبي رايت وانا كنت معكم لهنايا ونشوفكم تهلا في راسكم دائما معكم هذه ابتسام هذه القحبه هذه قالوا علاش ما قالوش سميتها ولكن غنجيب سميتها ونجيب القحاب اللي بغا يقنيو الدكتور الاستاذ عالم غادي نجيب كل شيء غادي نجيب جميع المعلومات نقول للمشاهدين ديالنا المشاهدين هذا الشيء ديال الحليب اعطونا المعلومات ما انا ما خاسر والو نسمي ديمون بواحد بواحد ما عندي غرض يفرقوا عليكم السي والسي مسكين والقحاب وانتم بتحكوا حكرتوا على الدكتور العسكري حكرتوا على اسمه الاخر
بلا حدود ولا غضاء. وانتم اللي تكلم واش القلاوي هذا واش هذا المسال هذا؟ وحنا واش نقولوا الديمقراطيه وديروا لنا فاكين زب هذا؟ والله باباكم حنا معاكم، حنا هما المعارضه، حنا المعارضه. وهاد اليوتيوبرز الحاسي الكابا اما تعرضوا ولا قودوا بحالكم. اللي عنده مو باقا حيه في المغرب يبعد صافي، تقول لي عندي مو في المغرب لا عليك ما عليك، غتخرج المعارضه. انا معي انا مسخوط مسخوط وكاع، ما عنديش والديه، والديه ماتوا، انا ما عنديش على الحشم. ولكن انتم خايفين عليكم على موتكم ماشي دخلوا المغرب ايوا بعدوا وديكلاريو بانكم ما تقدروش تكلموا لانكم خايفين من هادو الظالمين، هاد المخزن الفاسد اللي قني لكم العداله فاسد كيما قالت مولا. قالت لك دخل المغرب يا كلابه، اه يمشي الكلب يعض شي كلب يعض لي هذيك بومبي وفيها الدعيم والو يمشى عليك عند بابا يقول بغي ندعي يقول له هنا لا قبل الكلب بغي ندعي اه لا شي قال ما بغاش تدخل المغرب لان دخل بغا تدخل المغرب امتى تكون العداله في الجنه وعمر العداله ما تكون المغرب العداله النازيه. فلهذا خليه يمشي بحالتي اسمعوا في العداله فاضل. هذه الشركه هذه هنا في كاين هذه الشركه ديال البيرة ماشي سوا شبرنيم هذه اسمي ديالهم لو هذه الشركه ديال المالية اقدم شركه ديال البيرة في بريطانيا شبرنيم. هما قالوا حنا العقله اللي بعدايا غتخرج منها وتبان لك البرازيلي ديالهم معليش انا غادي نبدل ماشي نبدل غادي نمشي نتوضا وندير بحال المغرب غير غادي نتوضا في الكابينه ديال البابور انا ندخل لواحد تما نتوضا نحيد قشر الحجم نخف لافابو باش تسرد كل شيء على مساخيت هادو فيها الحضاره ما تقراوش عباد الله الحضاره جابوا لينا هاد حرف بايد هذا موسى ورق سيدنا موسى انا موسى انا غادي يعمل لي التعليم اروح تقوى ديال الكدام التنميه هذا ديال التنميه النموي درتي هذا السفاره خليتي مزور تشد الحبس وقفوا البوليس واش من اش من هذا الداخليه قوتيه ودابا شنو انت مع مجوج انت يا ابو سعيد الحصاد شتي حوايج يقول لكم جوجي مع هذا بجوج مع اختك والاخر بجوج مع امك انتم الحصاد ابو سعيد وانت يا الزبل فاكين زم شي باش يخرج ولادهم ديفورمي ديفورمي ولا من هذا غنودعكم قال لي واحد غادي يجيبوك من الانجليز غادي يجيبوني في كفن في صندوق باش اللايف اي دونت ثينك سو اي دونت ثينك سو نو 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 يو فاكين دريمين ماي فريند يو ار دريمين دي لانني لا اتكلم بلساني ما لا احرر لا والو انا تنشرب في البار ديالو الفتران قال لي علاش تشرب الفتران ومال الفتران اي فلهذا اودعكم حنا لحقنا الخراج اخي ونمشي عليه ما تنساش تورق وعاود لك الراكم لي وتابوني وسبسكرايب وشاركوا وفرقوا وبارطاجي وعمل لايك وعمل ديسلايك عمل لك ام ولكن اللي هو القحبه سينيالي حنا ما خاسرين السينيال اللي ما تسينيالي والو حنا الحمد لله درنا حنا خدمنا ودرنا الفلوس ونا باشي نديرو غير على فلوس البيرة والبيرة ديما ربي ديما يجيب لنا الفلوس يجيب لنا شي فيكتي معمرتوني فلهذا أودعكم مع السلامة إخواني دمتم على خير غادي نشوفكم في الإكسترا تايم تشاو.